اضطرج تونسي يرفض رحيل بن رمضان نحو الأهلي، حيث كشف تقرير تونسي عن وجود مفاوضات بين الأهلي والترجي من أجل ضم لاعب الفريق التونسي ونجمه بن رمضان في فترة الميركاتو الصيفية القادمة، وفقا لجريدة الشروق التونسية في عددها الصادر منذ يوم الجمعة. أكد فيه أن بن رمضان مطلوب بشدة في النادي المصري الأهلي، وإلا أن إدارة الترجي ترفض التفريط في لاعبها بشكل قطعي، خاصة وأنه من الأعمدة الرئيسية في الفريق الذي يبحث عن المنافسة في دوري الأبطال الموسم القادم. وينتهي عقد بن رمضان مع الترجي في يونيو 2023، ويتضمن عقده الحالي شرطا جزائيا كبير، ويسعى مسؤولو الأهلي في تعويض الرحيل المحتمل لأليو ديانك في نهاية هذا الموسم، لكن هيهات ممنوع المرور بن رمضان في الترجي باقي. ومن تأكيد وجود وبقاء بن رمضان في الترجي، في أجواء احتفالية البارح استضافت الزيتون الرياضية بشماخ شيخ الأندية التونسية، واللي اعتمد في لقاء دور 16 للكاس تشكيلة منقوصة من عدة لاعبين أساسيين على غرار صدق الدبشي، محمد بن رمضان، علي وغيلان الشعلالي، وكذلك لجانب مثل كوليبالي وكذلك ولا. الفريق المحلي استهل اللقاء بمحاولة اللعب ندية، وبالفعل التفاصيل شفناها في اللقاء، شفنا الشوط الأول كيف شدوا اللعب وحاولوا لماكسيموم إنهم ما يقبلوش هدف. اللي حصلناه من هذا الكل ماتش تعدى مزيان على الاخر، وحسن ضيافه واستقبال كبير للترجي. وبما انه نحكيو على الكوب، نحكيو على الدور الثمن النهائي، حيث يواجه الترجي الهلال الرياضي بمساكن على يوم 6 والى 7 جوان في عرس كروي جديد، تنتظره الجماهير المساكنيه بفارغ الصبر. تجاوز الهلال الرياضي بمساكن عقبه شباب ماجل بالعباس بنتيجه 2-1، بينما ترشح فريق باب السويق على حساب زيتونه الشماخ بثلاثيه. ربي معانا وان شاء الله مربوحه توقعاتكم تكهناتكم. الماتش الترجي كونتر الهلال الرياضي بمساكن في الدور الثمانيه من كاس تونس، ثم الدور التونسي وجوله البلاي اوف، الجوله اللي فيها الترجي الافريقي في ديربي مفتاح البطوله ان شاء الله، ومن بعد الكلاسيكو كونتر لتوال. نكونوا متاكدين ونكونوا فرحانين بالمقابله ان شاء الله.